الطلبة الآن يعني كثير من الطلبة والإداء الامتحانات. الحقيقة في الحلقة الماضية أنا سألت يمكن أستاذ لطيف مدير الامتحانات عن هذا الموضوع، يعني أكو يعني التباس بموضوع الامتحانات بالنسبة للطلبة، يعني أكو طلبة راح يمتحنون في تكريت أو في سامر، أكو طلبة راح يمتحنون في أربيل وسليمانية، كيف يمكن توحيد هذه الامتحانات؟ بالنسبة للامتحانات احنا نأمن للطالب او الطالبة في اي مكان هو ديد غرض اداء الامتحان وعدم حرمانه. بالنسبة للمناطق المحررة عادت العوائل الى مناطقهم، امننا لهم مراكز امتحانية للدراسة الابتدائية، الدراسة المتوسطة، للدراسة الاعدادية، واوعزنا الى مدير الامتحانات باستقبال اولادنا في المناطق المحررة في قضاء بيجي اللي هي قرية البطعمة وباقي القرى القريبة المحررة التي عادت في مناطقهم بأداء الامتحان في قضاء تكريت. أما نعم. طلبتنا اللي حررت مدينتهم كافة أصلا هم مهيئون في مراكزهم الامتحانية، والذي سيعود قريبا إلى قبل بداية الامتحان بيوم واحد سوف نؤمن له الامتحان في أي مكان هو يكون فيه. طيب يعني استاذ محمد هسه فقط احنا محافظة صلاح الدين فقط عندنا الشرقاط والبيجي، يعني الان محافظة صلاح الدين العودة لكل الهيئات التدريسية والطلبة يعني ماكو مشكلة، حتى اهل البيجي يجون في تكريت واهل الشرقاط في تكريت، يعني مسألة طبيعية. مسألة طبيعية ولا يوجد اي يعني امر بعدم عودتهم. هؤلاء ابناء محافظتنا سوف نؤمن لهم حتى الصفوف الغير منتهية، نؤمن لهم الامتحان حالهم حال كل الطلبة في محافظتنا، ولا نحرم أي طالب من أداء الامتحان إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ محمد في الحلقة الماضية إحنا الحقيقة استبشرنا خير وكانت نتيجة صلاح الدين نتيجة جيدة، لكنه بعد إعلان النتائج الأخرى يعني نتائج غير جيدة، يعني كيف تصف لنا هذه الحالة؟ إنه إحنا فرحنا بنتيجة السادس الأدبي أو العلمي، يعني كانت النتيجة سادس أو سابع على المحافظات، وبعدين النتائج الأخرى يعني أخفاقات بالنسبة للطلبة، يعني ايش تصف لنا هذه الحالة؟ ليش؟ بالنسبة لمحافظتنا انكم كلكم تعلمون بان محافظة صلاح الدين حصلت على المرتبة الخامسة على العراق على مستوى المديريات العامة للتربية، والمستوى الثاني على العلمي. وجود اخفاقات في المراكز الامتحانية وجميع طلبتنا وابناؤنا قدموا اعتراضات في مقر المديرية العامة للتربية، وتم ارسال كافة الاعتراضات إلى مديرية الامتحانات والتقويم لغرض النظر بها، وتم الاتصال بأعضاء لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب زين في لوجود حالات غش لبعض المراكز الامتحانية، وتم مفاتحة وزارة التربية من قبل أعضاء مجلس النواب جزاهم الله خيرا بالاتصال بمديرية الامتحانات والتقويم للنظر فيهم، وإن شاء الله سوف تظهر النتائج قريبا بخصوص ذلك. طيب